بطبيعة الحال ما يمكن نديروا القراءة ديالنا لهذا الوضع إلا بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن اليوم المجتمع المغربي والمواطن المغربي تضرر كثيرا بهذه السياسات اللا شعبية واللي كتمس بشكل مباشر في جيبه وفي ماله. وللواقع والحقيقة هو أنه ليست هذه الحكومة هي وحدها من تورطت في هذه المسألة، بل هذا نتيجة سياسات متعاقبة لحكومات مختلفة ضربت القدرة الشرائية وتخلت عن المواطن وعن الدعم المباشر للمواطن. الكل يعرف شنو دارت الحكومة ديال بن كيران في صندوق المقاصة، الكل كيعرف شنو دارت الحكومة ديال سعد الدين العثماني في تحرير أسعار المحروقات، والكل كيعرف كيفاش أنه المخطط الأخضر اللي كان السيد رئيس الحكومة مسؤول عليه لما كان وزيرا للفلاحة، كيفاش هذا المخطط الأخضر اليوم ادى بنا انعدام الأمن الغذائي، وحتى له جزء كبير من المسؤولية في انعدام الأمن المائي، وذلك من خلال استنزاف الفرشة المائية لمجموعة من المناطق المغربية اللي اليوم تعيش العطش بسبب سياسة فلاحية لم تكن تتلائم مع طبيعة كل منطقة منطقة. إذا كما قلت لك المجتمع وينضبط لقاعدة التأثير والتأثر، دائما يتأثر بما يقع على المستوى الاقتصادي، والاقتصادي كذلك يؤثر على ما يقع فيما هو اجتماعي. هذا الصمت اللي كاين لن يطول كثيرا في ظل هذا التوالي القرارات التي تمس بشكل مباشر المواطن. كوني على يقين بأنه سيأتي يوما ما وسينفجر هذا المواطن في وجه الجميع، ليس في وجه الحكومة وحدها، لأنه يعرف جيدا أن الكل مسؤول عن هذا الوضع. هناك من هو مسؤول حتى بصمته أو بعدم تدخله في الشؤون السياسية. لهذا إذا رجعنا سابقا وقرنا مسار ديال الثورات ديال الشعوب، كلها كانت في ظل وضع ديال الاضطهاد ووضع ديال القهر الاقتصادي، ومن بعدها كان للشعوب كلمة.